أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة أخرى من برنامجكم في الصميم. نحن اليوم في ضيافة سماحة السيد مقتدى الصدر دام عزه، ذلك الصوت العراقي المعبر عن وجداني وضميري هذا الشعب في حاضره ومستقبله، وذلك المدافع عن حقوقه الوطنية ووحدته الإسلامية التي هي عزه، والذي يتحمل من خلال هذه المواقف أعباء هذه المسيرة مع تلك الصفوة الخيرة من أبناء هذا الشعب الذين يدافعون عن حاضره ومستقبله ويذودون عنه كل المؤامرات والدسائس التي لا تريد لهذا الشعب الذي سيكون عزا للدنيا في يوم من الأيام الخير. السيد مقتدى الصدر، الحديث معه ذي شعب كثيرة، والسيد مقتدى الصدر عندما تتحدث معه تشعر بتلك العراقية الخالصة التي أسسها السامي الإسلام ومبدأها العراقية وحب الوطن، لأن حب الأوطان من الأبدان. باسمكم أرحب به، أهلا أهلا وسهلا وسهلا بك. سماحة السيد، الله يبارك فيك. وشاكرين لك إتاحة بخير هذه خدمة. الفرصة. أهلا وسهلا. تشرف.